مساء الخير منتدى الثلاثاء، أهلا وسهلا بكم. موضوع المحاضرة اليوم أو النقاش الحر هو عن الذكاء الاصطناعي، وخلوني بس أسوي شير للسكرين حتى نبدي فالموضوع اليوم راح نتكلم على موضوع الارتفيشال انتليجنس. هو بالحقيقه موضوع جدا جدا مهم، واحنا اقترحنا انه نناقش نتكلم عنه، لانه هو موضوع الساعه اليوم، انه هل تاثير الارتفيشال انتليجنس على المستقبل والثوره اللي راح تحدث عليه. ف الارتفيشال انتليجنس موضوع هو بدا مو اليوم وامس، يعني الموضوع كلمه ارتفيشال انتليجنس اول من طلع بها كانت سنه 1956، وبعدين اول تشات بوت، من نقول تشات بوت يعني تشات فور للدردشه، وبوت يعني فروم روبوت، روبوت للدردشه، اول واحد بدا كان في سنة 1966 في ام اي تي ماساتشوستس للتكنولوجيا. وكان انه عملية انه كيف الكمبيوتر او الروبوت يتحادث مع المستخدم، كسئلة سؤال واجابك ويتعرف ويفهم معنى المحادثة، او ما يعرف بالناتشورال لانجويج بروسيسنج. هذا بس مثل ما قلت سنة 66، وكان اسمه اليسا. اللي صار انه الانتشار مال موضوع المحادثه ما اجى عاده، لانه التطور الهائل بتكنولوجيا الحساب، يعني الكمبيوترات حاليا من القوه بدرجه بحيث انه تسوي تشات بوت على هالكمبيوترات عمليه سهله. فقوه المعالجه هي ادت الى انتشار ونجاح الـ AI. عادة كلمة الذكاء الاصطناعي هسه أول واحد تحكيها يفكر مصير الهلاك أو نهاية العالم، لأنه من كثر ما شايفين أفلام الخيال العلمي، كلكم شايفين ترمينيتر أو فيلم الماتريكس، هي زرع للخوف، وهذا جزء من الخيال العلمي اللي من زمان، والإنسان دائما يفكر انه هذا ممكن يحدث بالمستقبل. لكنه هذا مو موضوع جديد، يعني مو موضوع الارتفيشال انتليجنس، اي موضوع اخر تكنولوجي كبير دخل، يعني موضوع السياره من طلعت كانت تثير نوع من الخوف، لكنه مر الوقت عندما الانسان يوظبها لخدمه البشريه تشوف راح تسوي فرق كبير على الانسان. اول شيء انه نريد نعرف شنو معنى اي اي. الاي اي هي التكنولوجي refers to machines that can perform tasks that usually require human-like intelligence. يعني انه الماشين تشتغل مثل طريقه تفكير الانسان. اكو انواع متعدده من عدها، بشكل عام هي البسيطه والمتوسطه والسوبر. وحاليا احنا عندنا موجود المتقدم، يعني موجود الشات بوت اللي بالمتوسطه، وانبنت عليها اي اي ابلكيشنز، من كثر ابلكيشنز كثيره انتشرت اللي بنت على تكنولوجيا مع الجربون. انا بس خلوني اضبط التسجيل لانه يبدو لدي اوكي بس مره ثانيه. هذه من اكون نفس الوقت اوكي تشوفون الشاشة مالتي هسه؟ تشوفون شاشة البرزنتر؟ نعم شكرا.
اللي صار انه بالتطور بالاي اي هو كله صار تقريبا يعني بالقرن ال21. يعني صحيح كان بالبدايه بدا بيتطور، بس بالقرن ال21 صار تطور كبير في موضوع الذكاء الاصطناعي، في مواضيع الداتا مايننج، سبيتش ريكوجنيشن، وجوجل سيرش انجن كانت مقدمه لاستخدام الاي اي. كلكم تذكرون قبل سنوات قليله من تسافر الى بلد خارج كندا، تتصل بالكريدت كارد كومباني وتقول لهم يابا انا مسافر، حتى من تستخدم الكريدت كارد مالتك ذاك البلد ما تتوقف للترانزكشن لكونه خارج كندا. ولكن مع تطور في حقل الارتفيشال انتليجنس هذه الحاجه انتهت. يعني هسه انت من تخابر البنك تقول لهم يابا انا بدي اسافر، يقول لك ما يحتاج، احنا نستخدم تكنولوجيا الاي اي ارتفيشال انتليجنس ونقدر نتابع ونقدر نعرف اذا الترانزكشن ليجل اور ان ليجل. فانتهت هاي الحاجه بسبب الاي اي تكنولوجي. بالوقت الحالي اكو مش انجنز روبوت تشات بوت متعدده وتولز متعدده، بس انا اليوم راح احكي على وحده اللي هي تشات جي بي تي، واراكم اياها يعني كيف استخدامها. هي تعتمد على الناتشرال لانجويج بروسيس، يعني تعطيك الامكانيه انه انت مجرد تتحاور وياها وتسالها اسئله وهي تجاوبك، بس هي تعتمد على المعلومات اللي متلقنه. يعني تشات جي بي تي ما يعرف شنو بالانترنت البارحه، يعني من تساله على فتح حدث صاير يوم امس وما عنده خبر، هو عنده معلومات مثلا يجوز قبل 6 شهور، المعلومات اللي موجوده بالانترنت مقدمه له، فيقدر يستخدم هذه المعلومات حتى يعطيك الجواب. فتشات جي بي تي هي عباره عن طريق الناتشرال لانجويج بروسيسنج، تساله اي سؤال ويجيب لك، ويجيب لك شنو؟ يجيب لك معلومه، يعني مو بيانات. يعني احنا نقول مثلا القرن السابق او السنوات الفتره الزمنيه السابقه عصر المعلومات، المعلومات انه موجوده معلومات تلقاها بالانترنت والسرقه، هسه حاليا انتقلنا من هاي المعرفه، هسه حاليا انتقلنا الى عصر المعرفه. ليش؟ لان انا مثلا الموضوع مو يجيب لي ديتا، وانما يجيب لي خلاصه المعرفه اللي قدر يستنتجها من المعلومات اللي موجوده، وراح اراويكم عليها امثله حتى تفيد. طبعا كاي تكنولوجيا جديده لها جانب ايجابي ولها جانب سلبي. فشنو الجوانب الايجابيه؟ اول شيء الان العالم كله يتكلم على سمارت سيتيز، سمارت سيتيز اللي تستخدم المصادر المتجدده الطاقه، اللي تحافظ على البيئه، كل التكنولوجيا هذه بوجود الاي اي تساعد عليها وتنظم عمل المدن الذكيه حتى نقدر نحصل على افضل شيء من هذه المدن الذكيه. الميديكال ادفانسمنت، يعني الاي اي يعني هو طبيب عنده مجموعه بيانات وخبره وخلاله يقدر يستفاد من عدة بالتمييز. الاي اي ده دخله بالموضوع، طبعا مو اكمل، الطبيب لازم يكون موجود، ولكنه راح تفيدنا لتشخيص ومعالجه الامراض بسرعه وبدقه اكثر. التطور في حقل الزراعه، الزراعه وجود الاي اي ايضا اوبتمايز، يسوي اوبتمايزيشن للكروب للانتاجيه، بروتكت كروبس فروم ديزيز بيست اند سو اون. وايضا بموضوع اللي تشوفه كلنا حاليا موجود امبروفد كاستمر سيرفيس. هسه انت بتروح تسوي تشات ويا الكاستمر سيرفيس لاي شركه، ما راح تتحاور مع انسان بالبدايه، راح تتحاور مع تشات بوت وتبدي تساله، هو بناء على قاعده المعلومات اللي عنده يجاوبك، لانه هو راح يباوع على بالضبط الحاله مالتك ويعطيك الاجوبه، وكانك تتحاور مع انسان، الا اذا كان الموضوع مالك صعب ومعقد، الا يدخل هيومن اوبريتر حتى يساعده بالموضوع. فهذا ربما واحد يقول راح يقلل وظائف مال الناس يشتغل كاستمر سيرفيس، لا، هو راح شو يسوي؟ راح يشيل الشغلات البسيطه ويحولها ويحاول يحل
ينطيك كاستمر سيرفيس اسرع. طبعا احنا راح نناقش ونشوف وجهة النظر المختلفة. بس مثل ما حكينا على البوزيتيف سايد، اكو نيجاتيف امباكت. اول وحده هي الجوب لوس اللي قلنا عليها، انه بسبب راح نستخدم الشات بوت راح تقل الوظائف، لان الناس اللي يشتغلون بهاي الوظائف راح يخسرون وظائفهم. بس اذا نشوف للتاريخ راح نلاحظ انه هاي الاضطرابات تغييرات من الاتمته، يعني من صارت اتمته، من صار بدات المكاين هي تنتج، خلقت جزء من الفوضى على الوظائف. بس على المدى المزيد، مو على المستقبل، وظائف اكثر تكونت. ف يعني هسه احنا اذا نباوع من سنه 21 2021 الى الان، اذا تباعوا للسوق 60% من الوظائف اللي خلقت الان ما كانت موجوده، 60%. واذا تردون يعني كاثبات عليه، شوف الوظائف مثلا هسه هذه مال الدليفري او الاوبر درايفرز، او هذه كلها وظائف ما كانت موجوده، وظائف الناس اللي يشتغلون بالميديا. فاكو تغير، وجود الاي اي مو بس يعني راح يغير، وانما راح يساعد في هذه المواضيع. اكو كتاب طلع اسمه اقتصاديات الذكاء الاصطناعي، طلع سنه 2019، ثلاثه من الباحثين متخصصين بهالموضوع، يقول انه راح يزيد الطلب على العماله في المستقبل بدل ما يقل الاعتماد على العماله. صحيح انه استخدموا روبوتات، لكن مرور الوقت راح تخترق وظائف جديده بتساعد وتنتشر الوظائف الجديده. النيجاتيف امباكت اوف اي اون سوسايتي، البايس اند ديسكريميشن، يعني ممكن انه اعتمادا على المعلومات اللي نغذيها لدول الشات بوت، ممكن نغذيها معلومات بانحياز، فمعلومات توصل الى ناس وما توصل الى ناس. هذا يعتمد على المعلومات اللي نعطيها للسيستم. صار حديث دكتور عبد الله بعث فيديو مال اول ماسك يتكلم على خطوره الاي اي، ويقول انه تنشر معلومات عن بناء القنابل الذريه او شيء من القبيل. حقيقه هاي المعلومات لا تغذى عليه للتشات بوت، هذه معلومات سريه وما ممكن انه نغذيها الى الكمبيوتر. فانه احتمال انه هذا التشات بوت يسوي يستفاد من المعلومات ويصنع هالشكل معلومه غير صحيحه، لانه احنا لازم نسوي ريجوليشنز على وات، شنو المعلومات اللي بنعطيها للتشات بوت حتى يستفاد منها. النقطه الاخرى اللي هي برايفسي، انه الاي اي راح ياخذ المعلومات اللي تستخدمها، راح ياخذ معلوماتك ويستفاد منها بالماركتينج. وهذا مو بالاي اي، هسه انت تدخل على الفيسبوك، تدخل تسوي سيرش على اي شغله، ما راح تشوف، بس تدخل تسوي سيرش على جنطه يوم ثاني اعلانات الجنط تشتغل عليك، اذا معلوماتك اوريدي. فانت اذا ما تريد هاي طلباتك او الحاجات مالتك او الماركت شوبينج مالك، لازم تتفادى استخدام يعني ادوات السيرش البحث عن البضائع، او تستخدم اللي يسمونه برايفت سيشنز اللي يمنع مشاركه هذه المعلومات عنك. النقطه الاخرى هي الاثيكال كونسيرنز وذ اي اي. اول واحد اناتومي اوتونومي اند ريسبونسبيلتي. اوتونومي بالمعنى انه الاستقلال والمسؤوليه عن النتائج اللي يعطيك اياها الاي اي، من يفعل، يعني انت تسال سؤال ويجي لك جواب، من المسؤول عن هذا الجواب؟ فموضوع يعني اخلاقي انه من يتحمل المسؤوليه. ترانسبيرنسي اند اكاونتابيلتي، تشوفون هذه الكلمه accountability تكررت مرتين. واحد ليش يقول ليش هذه؟ حقيقة هذه ديفكت بالبرزنتيشن هذه، لأنه هو أنا اللي سويته. البرزنتيشن اللي قدامكم سواها تشات بوت، مجرد
انا كتبت عنوان وهو سوالي هذا البرزنتيشن، بعدين اي تاتش اون ات، يعني سويت تغييرات، بس شفت عنده هاي الشغله انه يكرر بعض الكلمات، ما اعرف انه هو اتس باج اور سمثينج او هو متعمد. ثالث السيفتي اند سكيورتي باستخدام الاي اي. الفيوتشر بوتنشال فيوتشر، حكينا على الكمبيوتينج وطلبها دكتور ياسين كوانتم كمبيوتينج راح يدخل يستخدمونه بالاي اي، بس هذا راح يكون في موضوع دكتور رشيد ان شاء الله يغطيه. برين كمبيوتر انترفيس، هذا موضوع اشتغل عليه ايلون ماسك، اللي هو حاول يزرع شريحه بالدماغ تكون مربوطه بالكمبيوتر، حتى انه الكمبيوتر ويا الدماغ الانسان يشتغل بشكل مباشر. التكنولوجيا الاخرى الفويس تكنولوجي، انه طبعا موجود الناتشرال لانجويج بروسيسنج، بس حاليا الفويس انه تتحاور مع الاله مع الشات ويجاوبك. مو بس هذه، جماعه بدعوا بالابلكيشن وقاموا ياخذون صوت مال اي انسان ويركبون عليه حاجه، يعني انا ممكن اروح هسه على الابلكيشن ومجرد اسجل كلام قليل بي، وبعدين ابدي اكتب تكست يستخدم صوتي يتكلم صوتي بالتكست اللي اطبعه، وهذا ينطبق على اي شخص. يعني ممكن انا اسرق صوت واحد من عندكم والف عليه كلام وادزه الى عائلته وادزه واستخدمه بشكل انه معلومات مقطوعه او لغرض استغلال عوائل الناس، وهذا جاي يصير. فدير بالكم، حذروا عوائلكم، اكو ناس يستخدمون الاي اي بشكل سيء ويستفادون من هالخاصيه لتقليد الاصوات. حتى من تباوع للتلفزيون ويطلع لك ترودو يحكي فد حكي لا تصدق، خصوصا اذا تلقاه على الفيسبوك او على السوشيال ميديا، لانه هذا الحكي من السهوله بمكان تقليده. يعني انا اسجل كلام ترودو والف عليه كلام، واما على ترامب ما يحتاج نقلل، لانه هو اساسا يتكلم كلام احيانا يكون غير عقلاني. وعلى هذا الموضوع، الموضوع يبدو مقلقا استخدام الاي اي، لكنه العالم يتجه الى وضع قوانين وريجوليشنز لمنع استغلال هذا الموضوع. على موضوع الريجوليشنز، اليوروبيان يونيون والولايات المتحده الامريكيه دي يشتغلون على وضع الريجوليشن باستخدام اي اي، واليوم دكتور بعث فيديو على اليوتيوب على كلام بايدن انه شلون ما هي الريجوليشنز على موضوع الاي اي حتى نتفادى انه يصير استغلال سيء او يصير موضوع الاي اي موضوع غير متحكم به. فهذه الاشياء اللي اتكلم عنها، وانتقل الى الدمو، لانه حقيقه يعني مو الكل منكم شايف التولز، فراح اسوي انه راح اجيب بعض انا كان املي انه اراويكم اشياء كثيره، بس خلي اراويكم اشياء مقدم في شير سكرين. اوكي، اول شيء هذا انا ما وقفت يعني بعدين. اول واحد اللي هو تشات بوت ويب انترفيس، فتشوف انه انا بس مجرد رابط عليه يجيب لك هذه الانترفيس بعد ما تسوي ريجستر باليوزر بالايميل مالتك. اول شيء طلع لك اياه يقول لك examples، مثلا explain quantum computing in a simple terms، اشرح لك اياها زين، هاي بعض الexamples capabilities والlimitation. انا استخدمت منه بعض الشغلات بالشات، وهنا تكتب المسج، يعني هو مجرد سوي register بالايميل مالتك يقدر تسوي اي شيء. فعلى سبيل المثال سألته انه تأثير العصب، هذا بالهستري مالتي، انه تأثير العصب بآلام على الرجل، يعني سألت بالشكل التالي، بس كتبت feet nerve impact on feeling locked and why is that، لانه صار عندي شعور برجلي انه حسيت locked ماكو يصير تمسك،
جابني هذا الجواب. بعدين سألت سؤال واتس نورتن، يعني فد شيء شرح لي اياه بعض الشغلات. ف ومو بس هذه، يعني ممكن اقول لك سوي لك اكتب لي رساله او تقييم، بس حتى في سبيل تكون العمليه انتراكتيف، اي واحد عنده سؤال على اي موضوع بس اسال، بس اقرا لي اياه قل لي وانا اكتبه. Any volunteer؟ قلنا على الخرفان، على الخرفان مدري شنو. Cloning a human being. اوكي دكتور فلاح. Cloning of human being where we stand. شوف ايش قد يطول بل حتى يجيب لك الجواب. سؤال صعب. أشوفه جاب الجواب، جاوبك هسه خلينا نشوف شنو قال. As of my knowledge, cut off of September 2021, حد المعلومات انه اللي عنده، the cloning of complete human being being known reproductive cloning has not been achieved. While there have been successful attempts of cloning animals, تجاوب اقول له elaborate. اكتب يعني اكتب لي اكثر بس راح يجيب لي معلومات اكثر. زين فالسؤال بهذا الشكل، راسا جاب لك المعلومات وجاب لك خلاصه. شوف يعني ها، فكل المطلوب انا اخليكم اللينك وانت ادخل عليه، مجرد حاول، وهذا ما بي شيء، يعني راح يجاوب لك، يجاوبك على السؤال. فهذا التول الاولانيه. التول الثانيه اللي هي هذا بعده يشتغل. التول الثانيه انه اذا عندك انت جوجل تقدر تضيف بلجن اسمه ميرلين. هذا فراح يكون عندي بالبراوزر مالتي واقدر اساله سؤال ثاني. بعد اقتراح لسؤال، وين از عيد الاضحى؟ عيد الاضحى وات ديت؟ انا حتى انجليزي يعني ما هذا، والله خلي اشوفه اذا يدبر. وات ديت ذيس يير؟ بعدين اساله بالهذا. جاوبك عيد الاضحى ويل بي سيلبريت جولاي 2021. طبعا هذا لانه المعلومات مالته 2021، قال لك انه معلوماتي حددت بس هاي من ايران، من ايران جايبه هاي معلومات ايرانيه سعوديه 19. هذا مشيع. خلي نشوف والله متى، والله خلي اشوف، خلي احول للعربي، خلي اشوف يدبرها لو ما يدبرها. متى ماذا يقبل الاكستنشن صفاء؟ لا الاكستنشن شنو اسمه؟ الاكستنشن اسمه ميرلين. ميرلين؟ يس. ان عربيك. عيد الاضحى سيكون ب 2021 بناء على رؤيه الهلال. قلت لك هو معلوماته الى حد سنه 2021. زين؟ فهذا اي سؤال يعجبك يا اخوي ساله وشوف الجواب منه جاهز نعوفه. هذا هسه هذا سويت الشات بوت، سويت ميرلين، راح اراويك بعد فد شغله. بس انا اقول لك شغله واحده بس، شد روحك بالكرسي لانه راح تتفاجئ اللي راح يسوي. هذه تول اسمها جاما اب. اوكي بس تربط عليها، طبعا هو هاي تول بالبدايه يعطيك اياها ببلاش، شوف نيو وذ اي اي
شنو تريد؟ حبوبي قام سوي لي برزنتيشن. شو تريد؟ برزنتيشن، دوكيمنت، ويب بيج. برزنتيشن شنو الموضوع؟ تاج توبيك ان اني لانجويج، انطيني موضوع بالعربي، انطيني موضوع، اقترحوا لي موضوع. فان كوخ. نعم فان كوخ. لا حبيبي، ده نقول بالعربي يا فان كوخ. انت ها تريده بالعربي؟ خال الشاعر، الشاعر بشار بن برد. اوكي اوكي، لا لا لا، خليني ابو بس انا ما اعرف ليش، خليني نشوف. ليش انا عندي مشكله بالكيبورد مالي؟ يلا شكو ماكو، شوف خلي شيء. لا لا لا، برزنتيشن، برزنتيشن بلان. يكتب بالعربي، هو ده يكتب بس ما اعرف ليش الكرسر هذا هذا الزوم يخربط. خليني اكتب بال، تعرف بالانجليزي شلون ابو عيسى؟ في اي ان فان. هذا هذه مشاكل الزوم، مو ايش اسمه، بس على كله خلي فان كوخ. اوه جي جي او فانجو. يا جي اتش. ادري حدد روحك. فان فان اي اوه جي او جي اتش. جي او جي اتش، نشوف علاقة بدأ. فانكوخ. I'm sorry. ما جي او جي اتش مو لا لا جي جي مو جي. فان جو. جي او جي اتش. اوكي اوكي. خلي روحنا هنا من جديد. نرجع عليه دقيقة بس. أنا I am so excited. وخربطت شوية. عيدك يا مو حلو حلو، هاي كلش حلو. زين هسه فان جي جي او جي اتش. فانكو شوف every life and background style and technology famous work mental health. هاي المواضيع تجي تختار الستركتشر، يعني شو اسمه الفريم الديكور مالته. خلنا نختار اي واحد. هذا شوف حتى الديكورات تختلف هنا. شوف 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 فينسنت فان جوخ هذا هو سواها. ساعة جاب لك الصورة ايرلي لايف. هاي كلها عندي انا مسويها. انت مو مسويها هذا. هاي بايقة منك. شوف هاي اشهر لوحات. mental health and personal struggle, depression, drinking, self harm. فجاب فأي موضوع يعني هسه أنتوا اللي نقول له سوي محاضرة ويقول لك ما أقدر، قل له يا بابا تسويها بهذا وحكينا عليها يعني، بس تقرأ عنه هذا. شوف يا بابا ودينا إياها. شوف يا بابا اسمه قام راح أراويكم يا البرزنت. شوف يا بابا هذه. وبعدين هسه انا اروح له منها. شو اقول له؟ اقول له export to PPT. generating PPTX راح يسوي لي البرزنتيشن. زين وتسال مجيد، ومجيد خلص شغله. انا مخلصه ترى. يا ادري يا زلمه انت اخترعت الموضوع، احنا ما قلنا لك يا ابو عيسى. يعني ابو ايمن هذا تقدر تسوي عليه ايديت؟ اي هسه انا راح اجيبها. هذا هو، هاي ذا برزنتيشن ان باوربوينت انيبل ايديتنج. هذا انيبل ايديتنج وراح اسوي هذا. نجي هنا نسوي مجيد عيسى. مجيد عيسى خلص. بوك الله يرحمه خلصت الشغله. التريك بس خلوني يعني هسه انت شفت الشغله مال هذا القامه شلون يشتغل. الشغله انه مثل ما قلت لكم، هو من تسوي اشتراك ينطيك كريدت. الكريدت تقدر تسوي به فد 10 برزنتيشن، هاي فري. ورا ما تسوي 10 15 هيك يعني يقول لك اشترك
الاشتراك ماله بالشهر 20 دولار بس. يعني الناس اللي انت اذا عندك ايميل تقدر تسوي بيه كم برزنتيشن تمشي امورك، بس للناس اللي تسوي برزنتيشن هوايه طبعا شيء رائع. فهذا التول ارجو انه يكون عجبكم. طبعا هو ممكن على فكره هم نقدر والله اذا عجبكم اراويكم في شغله ثانيه. نيو وذ اي اي، خلينا نقول جايدد، راح اسوي دوكيمنت. دوكيمنت طولي موضوع بالعربي، بالعربي هذا العربي ما يتغير بالزوم المشكله. موضوع اي موضوع ياسين، مهد مهد الحضارات. أنا العربي مشكلة، العربي والله خلينا نشوفه. مهد الحضارات. نعم نعم دوس ويندو سبيس بار يقلب لك اياها. لا 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 اي لا لا انا اعرف اشتغل بيها على طول، بس ويندو سبيس بار على كل. خلي نقول نرجع عليه من جديد، بس خليك تكتبها بالانجليزي. اكو مشكله من سبب تسجيل جايدد. اوكي دوكيمنت، خلي نقول ميسو فو تيم يا هيستوري. طبعا اي ميد ا لوت اوف تايبوز بس اتس فاين. هنشوف ايش يقول علي انا والله. ميسوبوتاميا اوكي سند. ميسوبوتاميا هيستوري شوف كلايمت ميسوبوتاميا سيفيلايزيشن سويل ستراكشر. هنشوف هنختار النفذ واحد من ذني اقول له سربرايز مي هو خليه يختار. كونتينيو ابو ايمن ارت اند كلتشر نشوف. إيه هسه هو جاب لك the land between the rivers, geography, birth of civilization. هو social order of Sumeria. هاي خربط شوية. جاب لنا جدول ليشتغل جداول. خلينا نشوف. باوع جاب لك جاب لك السومري، جاب لك هاندين جاردنز. انجينيرك أستفزلكم هسه أنا مباشرة راح أبعث الإيميل على الجروب على الواتساب. Summary and music. Cuisine and clothing. Religion and mythology. ها؟ حلو لو مو حلو؟ كلش حلو. أبو أيمن دز لنا هذا التول. دا أقول لك هسه دا أسجل المحاضرة وموجود هو بالسلايد هذا. Good. لكم إياه. جاما. شوف يا أبا بعد خلص ليجاسي يوم ميزوبيتامي. شوف انت انت ال... انت مو بس المعلومه، الكواليتي الكواليتي از انبيليفبل. بروفيشنال هسه اكسبورت انتو بي بي دي اف. اوكي هسه اروح على على الجروب وراح ادزلكم اياه حتى انتم تطلعون عليه مباشره. اوكي دوكيمنت سوبيتيميا بتكون بالانبوكس الكل يقدرون يفتحونه ويطلعون عليه بعدين. زين هسه هذا الثاني، خلي راويكم بعد واحده آخر واحدة ونبدي باب المناقشة ولو أخذت وقت هواية. هذا اسمه إيزي إيسي أي آي لاب. هذا شنو شغلته؟ إنه تريد يعني دول الطلاب إن يكتب يريد يكتب موضوع. نعم يقدر يكتب. Yeah, sorry. يكتب هنا أنا. بس الشغلة شنو؟ من يكتب الريبورت المعلم يقدر يعرف إنه هذا الريبورت مولد بالأي آي. فهذا شو يسوي؟ هذا تكتب في الموضوع مثلا خلينا نقول شو نقول ايضا ميسو هم نفس الشيء ميسوبوتاميا هيستوري. شوف هذا غير طريقه بس بيه لعبه حلوه عجبتني اريد اراويها. ستارت رايتنج
راح اجيب لك مجموعه يعني paragraphs you can choose. مثلا هذه مجموعه واجيب لك كل واحده يديها بشكل، فانت تسوي تقرير تقدمه للمدرس مالك، تجي تاخذ هذا مثلا start with this. شنو الشغله؟ الشغله انه غير الكلمات بحيث ما يعني شوف غير الكلمات بحيث ان المدرس ما يعرفها من الاي اي. شوف كل هاي الكلمات بالاحمر غيرها. اوكي هذا اول مقطع، بعدين يجيب لك المقاطع الاخرى تبدي تختار انت اللي عجبك، فتقدر تكمل التقرير مالك، هو يجيب لك هذه وانت تعدله وتكمله وبعدين تبدله. فهذه جزء من التول، بس انا يعني عندي ايضا حبيت اراويكم اشياء اخرى، يمكن هذه مو اليوم لانه ما اريد نطول. اكو مثلا اكو واحد اسمه لوجو، اسمه براند مارك ايرو، هذا كلش فد سايت مجرد خلي الموضوع مالك ويسوي لك لوجو. اذا تريد تسوي ويب سايت ايضا اكو واحد، اكو واحد هذا ميد جيرني، هذا يرسم لك بالكتابة، يعني تقول له أريد أكون أنا في دبي واقف ينبرج دبي وياي ترامب وفيه، يجيب لك إياه ويعطيك الصورة. زين هذا يعني يخلق صور. شفت الصورة مال بايدن واقع ولابس حفاضة؟ هذا جزء من اللي يسويه. فالمشكلة بالاي اي انه الـ 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 يعني الـ لازم تتاكد من المعلومه، اي معلومه صوره او صوت توصل لك. تكست تو ساوند هذا اللي قلت لك اياه، مورف اي اي سجل، انا ممكن اكتب اي تكست واحكيه باي صوت او اسجل صوتي واحكي اي كلام اكتبه. ارجو انه يكون اللي قدمته مفيد ويفيدكم، بس تراي هاي التولز اللي قلت لكم اياها، وراح ابعث تسجيل المحاضرة غدا ننزله، وأيضا السلايدات حتى تستفادون منها. شكرا لكم على حسن الاستماع، ونوقف التسجيل.